ملف رئاسة الجمهورية معصوم. حسب ملف رئاسة الجمهورية مو معناته أنه نصل إلى مرشح تسوية. لا، إحنا نهاية العيد جلسة بين الاتحاد الديمقراطي، عندنا جلسة طويلة ونحسم هذا الموضوع، أما بمرشح تسوية أم أن نذهب فرادى. المهم راح نطي رسالة للمكون الشيعي، يابا إحنا راح نجي الاثنين، إحنا ما نكون حجر عثرة، نوصل للبرلمان وبالأغلبية روح واحد، بمعناه ماكو مشكلة برئاسة الجمهورية. ولكن هم الأخوة دائما يحولون هاي الأسباب واللوم والفشل يقولون على مود المرشح، ليش احنا رشحنا مرشح؟ هم راح يشكلون الحكومه ولا يشكلون الحكومه؟ وهم حاليا عندهم بلاوي من المشاكل، بلاوي مو مشكله، بلاوي من المشاكل. نعم. ولهذا ملف رئاسه الجمهوريه لا يؤثر، هو انا اعتقد محسوم ان نصل الى مرشح او ان نصل الى مرشح بمرشحين بمعناته هو محسوم. من الصعب تشكيل الحكومه جدا، لانه هسه حاليا اكو بالاطار التنسيقي يعني تفارق كثير بالرؤى، اكو وجهات نظر غير متوافقه، اكو كل اكو مخالفات كثيره، اكو ثلاث توجهات حاليا. يعني انا اشوفه من الصعب تشيل الحكومة، حتى وإن حسبت منصب رئاسة الجمهورية عليهم أن يستعدوا لمطالب الديمقراطية ومطالب السيادة حتى يحصلون على ثلثين، وهذه المطالب هي هم عندهم تعجيزية وإحنا عندنا مطالب نسميها قانونية ودستورية. وأنا أعتقد هذا راح يروح. أنت جبتي ورا عيد أنا أقول لك يابا روح للشهر الثامن. تعليقكم كديمقراطي أستاذ وفاء على الدعوة للصلاة الموحدة والتحشيد اللي جاي يصير عليها بكل المحافظات ولكل أطياف الشعب العراقي؟ نعم، هو هاي رسالة سياسية دينية والرجوع إلى الماضي والافتخار بالأب محمد الصدر الشهيد، هاي لها رسائل كثيرة ومعنوية كثيرة، وأنا أعتقد هذا يعني خطوة جيدة، خطوة معنوية جيدة راح تكون ولها تأثير جماهيري واسع، ولهذا هم راح يأخذون الحذر جدا، لأن الشارع سيتحرك أكثر وأكثر، وتحرك الشارع راح يخلي الإطار يتردد ألف مرة بتشكيل الحكومة إذا لم يحصل على المباركة التيار الصدري. نعم. عليه أن يدق باب الحنانة مو مرة، عليهم أن يدقوا باب الحنانة أكثر من مرات ليحصلون على المباركة الصدرية والموافقة الصدرية قبل الرضي في تشكيل الحكومة. أستاذ وفاء، بيها رسائل سياسية هذه الصلاة؟ لا، هاي الصلاة شنو؟ هي عبادة ورسالة سياسية، هي معلومة، هاي هي عبادة ورسالة جماهيرية سياسية مليونية ورسالة قوية أكيد.